سياسيا دائما ستشهد البلاد خلال شهر سبتمبر الداخل حراكا سياسيا غير مسبوق بفعل الدخول الاجتماعي القادم، حيث سرعت كل من أحزاب المعارضة والموالاة إلى ضبط عقارب ساعتها على هذا الموعد بفعل المشاكل التي تعيشها العديد من القطاعات في ظل أزمة النفط وانعكاساتها على الأجوبة الاجتماعية. نتابع تقرير طاهر بن زين. طبعت الحياة السياسية في البلاد بحكم موسم الاصطياف. ضبطت الأحزاب السياسية بجميع تشكيلاتها أجندتها على الدخول الاجتماعي المقبل على غرار المعارضة التي قررت الاجتماع نهاية الشهر الجاري لوضع الخطوط العريضة لبرنامجها، برنامج عنوانه الأبرز الجبهة الاجتماعية في ظل تداعيات انهيار أسعار البترول. تنسيقية الانتقال الديمقراطي هي بصدد التحضير لاجتماع في 30 يعني في نهاية هذا الشهر، وذلك استعدادا للدخول الاجتماعي المقبل وما يحمله هذا الدخول الاجتماعي من إرهاصات سياسية واقتصادية. ومن جانبها أحزاب الموالاة قررت اتخاذ شهر سبتمبر موعدا لإعادة ترتيب بيتها الداخلي استعدادا للدخول الاجتماعي، على رأسها الأفلان الذي ينتظره تحدي تعيين أعضاء المكتب السياسي للحزب الشهر المقبل. اللجنة المركزية تجتمع يوم 18 و19 انتخاب المكتب السياسي والنظام الداخلي للحزب، فبدون شك يعني عندها برامج أيضا كما يخص تنسيق مع المؤسسات لمواجهة ولحل كل القضايا التي تطرح خاصة في الدخول الاجتماعي المقبل. أسابيع قليلة على الدخول الاجتماعي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تخوفا غير مسبوق من تداعيات الانهيار المتواصل لأسعار النفط، فهل باستطاعة الأحزاب السياسية من موالاة ومعارضة تقديم الحلول الناجعة لمواجهة الوضع، أم تبقى تحركاتها مجرد زوبعة في فنجان تهب مع كل دخول اجتماعي؟